السلام عليكم، تحية لجميع متابعي قناة سعيد فيشين داخل المغرب أو خارجه. بالنسبة اليوم غيكون السمك المستهدف هو الكارب، هاد النوع من الأسماك اللي زوين في الصيادة ديالو اللي وليت تنكتشفو مؤخرا. بالنسبة يعني الطعم باش غنصيد اليوم، كما تتشوفوا العجينة عادية ديال الدار، يعني خبز الدار تنعاود نعجنو. هما في الحقيقة كاين أنواع ديال العجينات، ولكن حكم مبتدئ في هاد النوع، يعني مازال تنقتصر على هاد النوع لأن عندي فيها تجربة وما باغيش نقدم شي حاجة وأنا ما مجربهاش. يعني سهلة، بقايا ديال الخبز الدار تنعاود نعجنهم وتنخلطهم بالبودر ديال الثومة واحد الشوية باش تعطي واحد الريحة. بالنسبة للمونتاج كما تتشوفوا كلاسيكي، يعني تقالة 21 غرام، صنارة صغيرة تقريبا واحد النمرة 8 6 غالبا، هادو هما اللي تتستعمل هانتوما كيما تشوفو، صغيرة بزاف ومدعمة بواحد الرسور. هذاك الرسور الدور ديالو هو تثبيت العجينة، يعني واخا تلونسي واخا سميتو ما غاداش تلاحلك العجينة زوينة بزاف. ولي مهم في الصيادة ديال الكارب هو انك ترش المصيد، يعني منين غتعلم واحد البلاصة انك غتقرر غتصيد فيها ما فيهاش لوغيل ما فيها والو، يعني حاول ترشها مزيان بالعجينة النيت. او واحد الفكرة عطاها لي واحد الصديق هو علف ديال الدجاج السيكاليم، هذاك المريح هذاك زوين تتخلطو مع الخبز وتترش البلاصة. الهدف ديالو هو تجبد الكارب وغتمتع ان شاء الله، والصيادة ديالو زوينة واخا نفس التعكراش ما كاينش هذوك الاحجام الكبار بزاف او ما قدرتش نوصل ليهم والله اعلم. المهم هادشي اللي كاين، تمتعوا معنا، هذا هو الاهم، هو تكون هذيك المتعه والانسان يتفورماطا. اعانكم الله، وما تنسوش الاشتراك في القناه، والى الملتقى ان شاء الله.